تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعنوان الحلقة. المترجم الخاص للروماني كوزمن ينضم لبعثة الأخضر، والشمراني يواصل غيابه عن التدريبات الجماعية. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يؤكد: لن أتنازل عن قضايا الإساءات لإيقاف البذاءات عن الناس. لجنة الانضباط تنذر إداري الفيصلي وتبرئ حسين عبد الغني من تهمة البصق. بعد مراقبة دامت لتسعة أشهر، الاتحاد الياباني يحذر لاعبيه من المنتخب الفلسطيني. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفينا. معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الغامدي، مدير تحرير صحيفة عكاظ. مساء الخير محمد. مساء الخير تركي، تحية لك وتحية للمشاهدين والمستمعين وزميلنا العزيز عبد الغني. أهلا وسهلا. معنا من جدة الأستاذ عبد الغني الشريف، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف. مساء الخير عبد الغني. مساء النور أبو جود، أرحب بك وأرحب بالصديق الغالي محمد الغامدي وبكل المشاهدين. هلا وسهلا. بالأمس كان في حديث للأستاذ أحمد الفهيد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي على آخر الحلقة. اليوم الأستاذ عدنان المعيبد المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم أبلغنا أنه عنده تعليق وتعقيب على ما ذكره الأستاذ أحمد الفهيد. أستاذ عدنان المعيبد المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي معنا على الهاتف. مساء الخير. أهلا وسهلا وحيي الأساتذة الأستاذ محمد الأستاذ عبد الغني والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا تفضل. يا سيدي فاضل، طبعا اللي حصل أنه مساء البارح طبعا كان في حديث للأخ أحمد الفهيد عن بعض القضايا، وخصوصا علونا الصوت يا شباب لو سمحتم، لو تكرمتم أي. في الكنترول يا شباب أعطونا الصوت في الاستديو عشان يسمعون الضيوف. تفضل أستاذ عدنان. تحدث الأخ الفهيد أمس عن ثلاث مواضيع، وطبعا هو تطرق إلى أنه هذه جزء عن طريق مصدر موثوق عبر رسالة على الجوال. تحدث عن ثلاث أشياء: موضوع السفر إلى أستراليا، وتكلم عن موضوع ملابس البراعم، وتكلم عن موضوع تخفيض برامج أو ميزانية المنتخبات. في البداية طبعا هو تطرق لي أنا شخصيا، أنا موجود في أستراليا، والأخ حامد الجر الله والأخ حسان العصيمي أنا متواجد في الدمام، لم أذهب إلى أستراليا ولن أذهب إلى أستراليا. الأخ حامد الجر الله نفس الشيء، هو مرافق للمنتخب الأولمبي في مدينة الدمام، لم يذهب إلى أستراليا ولن يذهب إلى أستراليا. الأخ عصام العصيمي هو محاسب اتحاد القدم، وهذا الرجل طبعا لديه سلفة ويخضع لنظام مباشرة الأموال العامة، والشيء الطبيعي أن يكون برفقة المنتخب، وهذا كان خلال الفترة الماضية وخلال السنوات الماضية. هذه بالنسبة لموضوع السفر إلى أستراليا. بالنسبة لموضوع ملابس البراعم، تحدث الأخ الفهيد عن أنه فريق البراعم المملكة أو منتخب المملكة للبراعم لا توجد لهم ملابس شتوية في هذا الجو البارد. في البداية أحب أن أنوه على شيء مهم جدا، بأنه هذا المنتخب لم يدخل حتى الآن أي معسكر في هذه السنة. أول معسكر حيكون في بداية مارس 2015، لن يكون هناك أي معسكر ولا تجمع للبراعم خلال يناير أو فبراير، ولم يكن هناك أي تجمع في ديسمبر المنتهي. هذا بس للإيضاح. الشيء الثالث أنه الاتحاد السعودي لكرة القدم أبرم عقد مع شركة نايكي العالمية للملابس. هذه الشركة يعني تقدم ملابس مجانية للاتحاد السعودي لكرة القدم بقيمة 1,000,000 يورو سنويا، وبقيمة إجمالية 3 مليون يورو خلال 3 سنوات من التعاقد، ينتهي التعاقد في نهاية 2015، بالإضافة إلى 500,000 يورو كمبلغ نقدي يعني يدخل خزانة الاتحاد. هذا الموضوع ما أعتقد أنه نعاني منه مشكلة. طبيعي أنه يكون في إشكالات في قضية المقاسات، وهذه يعني من ضمن ميزانية طبعا المنتخبات، وبالأخص منتخب البراعم يعني ممكن تدبير هذه المبالغ من هذا لهذا المنتخب. الموضوع الثالث تحدث بأنه هناك تخفيض، من أبلغه بأنه هناك تخفيض لبرامج المنتخبات. برامج المنتخبات نوقشت وانتهى هذا الموضوع، ورفع الاتحاد القدم مجلسارة واعتمدت ما دام تخفيضه هي ميزانيات هذه البرامج. ميزانيات البرامج، وأحب أتطرق إلى بعض الأمور بخصوص الميزانيات.
يا سيدي الفاضل، لما يكون عدد الاداريين العاملين في كل منتخب يفوق عدد اللاعبين، هنا يجب ان اتدخل. لما يقال انه الاداره الماليه او رئيس اللجنه الماليه تدخل في هذه الامور، نعم اتدخل لما يكون هناك عدد الاداريين العاملين في كل منتخب يفوق عدد اللاعبين. لما يصرف على الاداريين من مكافات وانتدابات ومصاريف جيب ما يفوق ما يصرف على اللاعبين، يجب ان اتدخل. لما يكون هناك ازدواجيه في بعض العاملين في الاتحاد والمنتخبات في نفس الوقت، وهناك عقود هنا وهناك، يجب ان اتدخل وتسويه هذا الموضوع والغاء هذه العقود بشكل مباشر. لما تذهب بعض المنتخبات وخصوصا قطاع الثاني الى الخارج لاكثر من 11 معسكر في السنه الى الخارج، وخصوصا الى اسبانيا بالذات لمصلحه المدربين الاسبان، هنا يجب ان اتدخل. لما يكون هناك نظام للسلف هو النظام المتبع في تامين احتياجات المعسكرات لكافه المنتخبات، يجب ان اتدخل ووضع حد لهذا الموضوع من خلال اثناء او جلب 3 عروض واختيار العرض الافضل وتقليل نظام السلف والسعي طبعا لوضع نظام المتعهدين او الشركات المتخصصه لتامين احتياجات المنتخبات من المعسكرات. اما الحديث عن الهدر المالي، انا ودي اوضح بعض الامور اذا تسمح لي. تفضل. الله يبارك فيك. طبعا لما اتكلم على الهدر المالي، انا ممكن اضع نقاط لايضاح هذا الموضوع للراي العام ولضيوفك الكرام. لما نضع لائحه ماليه خاصه باعمال اتحاد كره القدم، وهي لائحه لاول مره تعرض لهذا الاتحاد، اعتقد هذا من الاشياء اللي تطرق لها انه هدر مالي. لما نضع لائحه خاصه بالمكافآت بدل ما تكون هناك يعني فوضى في صرف المكافآت وندخل في قضايا مضاعفه المكافأه وتقليل المكافأة، لما يكون هناك لائحه خاصه بالمكافأة لجميع المنتخبات لكافه المسابقات ولكافه المنتخبات للمباريات الرسميه والوديه، اعتقد انه هذه من ضمن الاشياء التي تحد من الهدر المالي. لما توضع لائحه للتعيين في الاتحاد يكون هناك معايير خاصه للتعيين الفنيين والاداريين، هذا ايضا من تنظيم للحد من الهدر المالي. لما توضع ضوابط لمكافات العاملين في الاتحاد واعضاء مجلس الاداره وتنظيم ذلك سواء للمهام الداخليه والخارجيه، هذا يحد من الهدر المالي. لما تعد لائحه للتسويق لاتحاد كره القدم توضح كافه الفرص الاستثماريه للاتحاد لجلب الرعاه وجلب المبالغ الماليه لتامين مبالغ ماليه خزانه الاتحاد، وبالتالي تسويه برامج الاتحاد والمنتخبات، اعتقد هذا يحد من الهدر المالي. لما هناك يكون تنظيم لمكافات الحكام في دوري جميل وتحسم مستحقات الحكام قبل بدايه الموسم وتصرف بعد نهايه المباراه بيومين او 3 ايام للحكام، هذا يحد من الهدر المالي. لما نضع هيكل جديد للاداره الماليه ونستقطب دكتور متخصص في الماليه من معهد الاداره العامه لاداره الامور الماليه في الاتحاد، اعتقد هذا يحد من الهدر المالي. لما نستعين بخبرات اعتقد نفس الشيء. لما نبدا بالانتقال في العمل المالي من نظام النقدي الى اساس الاستحقاق ومع ميكنه كامله للاعمال الماليه في الاتحاد لتوضح الاعمال الماليه بشكل سليم، اعتقد هذا يحد من الهدر المالي. لما يقوم الاتحاد بسداد ديون بقيمه 87 مليون ريال خلال طبعا الدعم المالي اللي جانا من المقام السامي، اعتقد هذا من ضمن الاشياء اللي من ضمن الشفافيه اللي الجميع ينادي فيها. لما يقوم الاتحاد بسداد 51 مليون من الديون الاخيره من وفرات ايرادات عقد الرعايه لدوره الخليج، اعتقد هذا حد من الهدر المالي. لما ندفع جميع مستحقات الانديه الدرجه الاولى والدرجه الثانيه من نقل تلفزيوني رغم ان ايرادات هذا العقد لم تصل حتى تاريخه الى خزينه اتحاد القدم، اعتقد هذا يحد من الهدر المالي. لما نعمل تنظيم دفعات شهريه للانديه الدوري جميل وندفع 5 مليون لكل نادي مع بدايه الموسم 580 الف ريال تسدد شهريه بالاضافه الى المبالغ التي توزع في نهايه الموسم كمراكز، اعتقد هذا من ضمن التنظيم المالي. لما نوقع اتفاقيه تسويق مع شركه صله الرياضيه ونعتمد باكره العقد وهو عقد اس تي سي بمبلغ ممتاز، وهذه الاتفاقيه ستدر بالحد الادنى 40 مليون و70 مليون نتوقع في نهايه 2015، اعتقد هذا الدعم لايرادات اتحاد القدم وحد من الهدر المالي. لما نضع ميزانيه 2015 ونناقش هذه الميزانيه مع جميع المختصين ونطرح هذا الميزانيه للنقاش مع الاخوه في رئاسه عمارات الشباب، كون الرئاسه هي المعنيه بدفع اعانه خاصه للاتحاد 18 مليون وهي من تدفع اجور الحكام لجميع المسابقات باستثناء دوري جميل وكاس الفيصل الممتاز واوامر الاركاب لكافه الفرق المسابقات بالكامل، لما يعني كل هذه الاشياء اعتقد انه معني فيها الحد من الهدر المالي. لما نوزع مكافآت المباريات لمسابقه كاس ولي العهد حتى الادوار الحاليه، هذا اعتقد من قبيل دعم الانديه والحد من الهدر المالي. لما نرصد 10 مليون وفرات من عقد دوره الخليج حتى الان
لمشروع بناء مقر اتحاد القدم، اعتقد هذا من الاشياء التي تسجل الاتحاد وتحد من الهدر المالي. صرفنا حتى الان كافه المستحقات القديمه لجميع اللجان القضائيه حتى الان. تم الانتهاء من اعداد حسابات الختام لميزانيه 2013 حسب نظام الاستحقاق، وإدارة تسويه حسابات 2014 ان شاء الله، وسيتم الانتهاء منها في نهايه فبراير القادم. اتحاد القدم معني بعلاج جميع المشاكل الماليه. انا اتحدث كرئيس لجنه ماليه وتسويق، وانا مسؤول امام الراي العام وامام مسؤول امام الجهات المختصه عن اي مشاكل ماليه ممكن تحدث في المستقبل. انا اعي ما اقول واعي ما عملت واعي ما راح يكون في المستقبل، لكن لما يكون الحديث بهذا الشكل ونتكلم بامور ماليه بانفتاح يعني زياده عن اللازم شوي، ونشعر الاخرين ونشعر المتلقي بان هناك هدر مالي وفساد مالي، اعتقد يجب ان نضع الامور بنصاب ونضع النقاط على الحروف ونتحدث امام الراي العام بكل شفافيه. ومن لديه اي شكوى لديه اي ملاحظه فقلوبنا مفتوحه قبل مكاتبنا والجهات المختصه معنيه بعلاج اي ظاهره سلبيه ممكن يعني تعتري نشاط المالي لاتحاد كره القدم. شكرا لك استاذي. طيب في شيء تحب تضيفه استاذ عدنان؟ سلامتك الله يبارك فيك، انا اكتفي بما قلت. طيب بس يعني أقدر كل المعلومات اللي أنت قدمتها وكل الأحاديث والتفصيل في هالجزئية. في مواقف سابقة أستاذ عدنان، طبعا أنا أثق كثيرا في معلوماتك اللي تقدمها، لكن في كثير من المواقف تخرج تصريحات في اليوم الثاني أو بعدها بيومين أحيانا تنسف كل الذي يتحدث عنه المتحدث الرسمي في هذا الموضوع تحديدا اللي هو موضوع الهدر المالي اللي انت تكلمت عنه. تتوقع بأي حال من الأحوال أن يخرج تصريح من أي جهة داخل اتحاد القدم تعاكس كل الكلام اللي انت قلته قبل شوي؟ أي جهة؟ أنا معني بهذه الأمور، الإدارة المالية أو اللجنة المالية هي المعنية بهذه الأمور. بس خليني أقول لك، مين ممكن يتحدث يعني بأمور مالية خلاف الأرقام التي تعلن من الإدارة المالية؟ طيب خليني أقول لك شيء يا سعد. تفضل يا سيدي، تفضل. كثير من المواقف تخرج فيها كمتحدث رسمي باسم اتحاد القدم وتقدم فيها معلومة بشكل قاطع، بعدها بيوم أو يومين يخرج الرئيس الاتحاد السعودي أو يخرج أي أحد من أعضاء اتحاد القدم وينسف تماما المعلومات اللي ذكرها اليوم المتحدث الرسمي. أتكلم في مواضيع أخرى، هذا الموضوع تتوقع، أنا أسأل، تتوقع أنه ممكن يخرج رئيس الاتحاد أو أي أحد آخر في اتحاد القدم ويقدم معلومات تختلف عما قلته الآن؟ تتوقع بس أسأل. لا لا لا، ما اعتقد انا معني بهذا الكلام. هذا هو اول شيء برد على هذه الجزئيه. انت ذكرت انه كثير من الامور يعني هو موقف او موقفين، يعني انا اتحدث عن موقف مثلا خاص بنقل بطوله كاس الخليج من جده الى الرياض، واذا كنت تقصد هذه الجزئيه بالذات، في بعض الاخبار. انا كمتحدث رسمي يا سيدي الفاضل اتلقى المعلومه من مصدرها الرئيسي، من مصدرها الرئيسي، وما انقله وما يعني اتدخل فيه مع اي برنامج. لما اطلب اتحدث بما املك من معلومه بناء من مصدرها الرئيسي. اذا لم يتم اطلاعي على اي خبر او اطلاعي على خطاب او اطلاعي على موقف معين، فطبيعي اني اظهر للراي العام واتحدث بما لدي من معلومه. اذا كانت يعني تسلسل القرار الاداري او تسلسل المعلومه بشكل خاطئ في الاتحاد، لا ألام أنا على معلومة ممكن أنا ذكرتها بطريقة معينة وذكرها رئيس الاتحاد بطريقة أخرى. لا أعتقد أن هناك أي مشكلة بيني وبين أحد في الاتحاد القدم أو أي معلومة ممكن تصدر. لا لا لا، إحنا ما نقول أنه في مشاكل، أكيد ما في مشاكل، بس أنه لأي درجة أنت تثق بأنه ما ذكرته الآن لم يمر بالتسلسل الخاطئ أحيانا اللي مر فيه المواضيع الأخرى؟ لا يا سيدي الفاضل، أنا أعي تماما ما قلت، وأنا مسؤول عن كل معلومة أنا ذكرتها لك اليوم، أنا مسؤول عن هذه المعلومة، وسوف أكرر هذا الكلام في مؤتمر صحفي حيكون إن شاء الله بعد نهاية كأس آسيا لإيضاح كافة التفاصيل هذه الأمور اللي أنا ذكرت ومواضيع أخرى. اليوم الكلام والحديث عن اتحاد القدم حديث طويل وحديث يعني متشعب وفيه الكثير من السلبيات. صحيح. يعني على أقل تقدير يعني خلونا بس نعبر عن أنفسنا شوي، نعبر عن طبعًا. بعض اللي طبعًا. إحنا نراه إيجابيات حتى لو رأيتوه أنتم بمختلف بمنظار آخر، لكن خلونا احنا نتحدث عن طبعًا. اشياء نشعر بان احنا عملناها وقدمناها. النشاط المالي يا استاذي الفاضل والاساتذه الحضور يعني الموجودين معك لا يمكن ان يرى بشكل واضح. العمل المالي لا يمكن ان يرى بشكل واضح.
ولكن يعني أتصور يعني ما ذكرت وما أسسناه من قاعدة مهمة للمعلومات ومن العمل المالي ومن دورة مستندية واضحة والميكنة للعمل المالي حتكون موجودة للاتحاد القادم للأخوة العام اللي ممكن يعملون بعدنا في خلال السنوات القادمة. نحن لا نحتكر معلومة، شفافين، نتحدث بكل شيء. مشكلتنا أنه إحنا أنه كل ما لدينا هو متاح للجميع، وبهذا يعني ومن خلال هذه المعلومات تدار القضايا الإعلامية بهذا الشكل. طيب في موضوع المغادرين لكأس آسيا، نعم، هل هناك تقنين من قبل اللجنة المالية داخل اتحاد القدم في من سيغادر مع بعثة المنتخب السعودي من أعضاء اتحاد القدم؟ أنا يا سيدي طلب مني فقط أن يعني أن أضع دراسة أو تقرير مالي للتكاليف، ووضعتها وأرسلتها لرئيس الاتحاد وهو المعني باختيار الأشخاص. للتكاليف لكم شخص ولا أنت أعطيتهم إياها على الشخص الواحد؟ لا طبيعي على الشخص الواحد، معناته أنه لما يتم اختيار ثلاثة والأربعة فطبيعي القيمة الإجمالية للثلاثة والأربعة حتكون واضحة. فطبيعي أنا أضع تقدير معين كما وضعت تقدير لميزانية المنتخب المسافر والمغادر إلى معسكر في أستراليا، وذكرت أنه الأشخاص يعني الثلاث أعضاء أو أربع أعضاء سيكلفون ميزانية الاتحاد هذا المبلغ. هذا طبيعي. اليوم إحنا نتحدث اليوم عن الدكتور خالد البرزوقي وهو رئيس البعثة، نتكلم اليوم عن الدكتور عبد اللطيف بخاري وهو رئيس لجنة الدراسات الاستراتيجية، نتكلم عن المهندس عبد الجرانيس وهو نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية. الثلاثة معنيين بهذا الموضوع. في هناك في آسيا في أستراليا حيكون في كونغرس، والكونغرس وفود رسمية، لن يكون هناك على الطاولة فقط رئيس الاتحاد، وفود رسمية تتكون وفود رسمية من ثلاثة إلى أربعة إلى خمسة أشخاص أحيانا. فالطبيعي يكون في ثلاثة أو أربعة أشخاص موجودين يمثلون اتحاد القدم في هذا الكونغرس. هناك مباحثات ممكن نستعين بخبرات معينة في مجال العلاقات الدولية مع اتحادات، ويكون هناك اتفاقيات بين الاتحادات، بين اتحاد السعودي وبعض الاتحادات الآسيوية. أعتقد أنه يعني لا أعتقد أنه فيه إشكالية أنه يسافر ثلاثة من أعضاء اتحاد القدم مع رئيس الاتحاد ويكون العدد أربعة. طيب عندك شيء ثاني تحب تضيفه أستاذ عدنان؟ سلامتك يا سيدي، سلامتك. شكرا جزيلا استاذ عدنان عبد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم، شكرا جزيلا لك. طبعا خلينا الرجل المجال يتكلم براحته علشان يعبر عن وجهة نظره فيما ذكره الزميل احمد الفهيد بالامس. معك محمد. طبعا انا اكبر في الاستاذ عدنان، اولا تواصله مع الاعلام وهو شخص حقيقه يعني متواصل دائما مع الإعلام ويضع النقاط فوق الحروف كما يقال، وهو شخص بالفعل مؤهل في هذا المنصب، وإن كنت أتمنى أن يكون في منصب أكبر في اتحاد الكرة نظرا لجدارته وقدرته حتى في عمله في داخل نادي الاتفاق. الحقيقة اللي قدم التسلسل هذا يعني يؤكد أولا شجاعته ويؤكد ثقته بنفسه وثقته بالاتحاد الكرة، أن كافة ما أثير من الزميل أحمد وهو اجتهاد من الأخ أحمد قد لا يكون مصيبا في هذا الوقت بحكم أنها أتته مصادر عبر الرسالة، ولكن تفنيد هذه الرسالة بنقاط واضحة تكشف أن الأستاذ عدنان ملم بالفعل في لجنته وملم في ما يدور في اتحاد الكرة من ناحية الجوانب المالية. طبعا أنا ما أدري إذا كان بالأمس حديثكم عن الهدر المالي يقصد فيه في اتحاد الكرة أو في الأندية، لأنه هذا موضوع كبير جدا ويمكن نتوسع فيه إذا أخذنا في الهدر المالي للأندية، لأنه الهدر المالي أيضا للأندية يعني مجال مفتوح ونتمنى أن نتناوله في هذا الجانب. لكن في الخلاصة أنا يعني أكبر في الأستاذ عدنان، ما أشار له وكانت نقاط بالفعل جديرة بالتوضيح، وأنا أعتقد أنه أعطى كامل الموضوع ولم يضع تساؤلات كثيرة تؤخذ من الشارع الرياضي بالأمس، حتى استطاع اليوم أن يرد على كافة النقاط. أنا بالنسبة لي أتحدث، أنا مقتنع بكل ما قاله الأستاذ عدنان وأعتبره أنه أجاب إجابات شافية فيما ذكر. أستاذ عبد الغني، شوف التواصل دائما إيجابي، لما أنا بأطرح موضوع وبأجد الرد هذا شيء يعني بتكون الأمور يعني تساعد إنه يعني المشاهد أو المتابع بيعرف كل شيء. يعني يمكن أستاذ عدنان المعيبد أوضح الأشياء يمكن ما كنا نعرفها إحنا مثلا أو ما يعرفها المشاهد أو ما يعرفها الزميل أحمد الفهيد.
أنا أعتقد أنه دائما التواصل هو دائما الحضور مهم جدا، لابد يكون في تواصل بين الإعلام، بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، بين أي جهات أخرى. لكن أنا أعتقد، شوف، أحمد الفهيد نعرفه من الناس المميزين جدا ودائما حريص حتى على المعلومة. ممكن يكون يعني في جزئية من مثلا من المصداقية في بعض اللي قالوا، لكن في بشكل في النهاية انه التواصل يعني بين انه الاستاذ عدنان المعابد يخرج ويتكلم ويوضح السياسة المالية اللي حيصير عليها الاتحاد السعودي، هذا شيء ايجابي. يعني هو رجل له خبرة، يعني عمل في نادي الاتفاق، حتى يعني في الشؤون المالية في القطاع الخاص اللي بيعمل فيه، يعني اعتقد انه مكسب كبير للاتحاد السعودي. احنا نتمنى يكون التواصل من الجميع، يعني من كل الأعضاء الاتحاد السعودي. لما يطرح قضايا ما ياخذوها بحساسية انه والله احنا ضدك او انا معك، لا بالعكس، انت تاجي توضح بكل شفافية. البرنامج واضح للجميع، يعني الرأي والرأي الآخر، طالما ان احنا في النهاية بنحترم الآخرين وبنقدرهم، هذا هو المهم. انا اعتقد انه التوضيح عامل ايجابي، والتواصل مع القنوات الفضائية او الاعلام بشكل عام دائما يريح الشخص ويريح الامور كلها واضحة. الان يمكن عرفنا معلومات ما كنا نعرفها قبل كده. طيب قبل ما نروح الفاصل، تعال أنا ما نبغى نطول عليكم سهرة، جيبوها يا شباب، أعطونا إياها، تعالي مو بلازم ميكروفون، تعال جيبها بدون ميكروفون، تعال يا حبيبي، هات أعطونا إياها يا شباب، بدون المايك تعال من هنا تعال من هنا. انتبه، شوفي قدام، شوي ناظر، انت عاد خلاص صرنا اصحاب احنا وياك، ها صح صرنا اصحاب. ايش جايبت لي الخده؟ تعال شغال المايك يا ذيبان، قول لي بس، يلا تكلم يا شو، تعالي قرب. شو اسمك انت؟ ها نجد. انت جيتيني قبل كذا يا نجد في كاس الخليج صح؟ والحين جايتني مره ثانيه، جايتني في جيبه معك. ايش هذه الاشياء الحلوه؟ هذه لي انا. طيب دقيقه لحظه، خلينا نحط لك هذا هنا علشان يطلع صوتك حلو، وانت كل مره ما شاء الله. هذه جابت لي نجد هالتيشيرت الحلو، عليه صورتي، يعني كان حطيت لك صوره احلى من هالصوره. ايش تبي من راعي هالصوره يا نجد؟ وجابت لي مخدة، داري انه فيني النوم. نجد كيف حالك؟ كيف صحتك؟ طمنيني عليك اول، انت كنتي تعبانه صح؟ وكيف صحتك الحين؟ طيب احسن؟ ارفع صوتك ما اسمعك انا. ايوه. ايش عندك هنا؟ يا سلام، صوره معبره. ايش عندك هنا؟ ايش مكتوب؟ شوف الصوره، اعطنا اياها يا ديبان، خلنا نشوف الصوره مؤخر عشان نشوف تطلع الصوره الحلوه. نجد مو لازم اشفى انا، المهم ربي يشفيك انت. هذه لابو متعب الملك عبد الله، امين يا رب، الله يشفيه ان شاء الله ويقومه بالسلامه. انت كنت علمين هاليومين؟ وين رحتي انت هالايام اللي راحت؟ زرتي مين؟ اشوف صور انا لك. شوف تروحين عند، رحتي عند امير سلمان؟ وعند مين بعد رحتي؟ عند الامير التركي. الامير التركي؟ ومين بعد؟ وجاك الامير محمد بن فيصل البيت، والاسبوع الجاي راح عند مين؟ عند مين؟ الامير الوليد بن طلال رايح الاسبوع الجاي. طيب ايش تبغى تقولين يا نجد قبل ما نودعك ونشكرك على الهدايا الحلوه؟ انت جايبه مخده، يعني ما تدرين قديش انا اعز المخده اليوم بالذات، يعني نعسان. هي نعسان حتى انا. انت كمان نعسانه والله مالك. شو سهرك طيب؟ ليش سهرانه؟ بس سهرانه، بس تبي تلعبين في البرامج؟ ها؟ ايوه. طيب ممكن بوسه؟ المرة اللي راحت اعطيتيني واحدة صح؟ طب اعطيني واحدة ثانية. يا سلام، الله يشفيك، قولي امين. ادعوا لها يا رب. اللهم. ان الله يشفيها يا رب، يقومها بالسلامة ويقوم ابو متعب بالسلامة. جايبة تيشيرت وكاتبة عليه مو لازم اشفى انا. وين الكاميرا؟ هنا؟ اوكي، مو لازم اشفى انا، المهم ربي يشفيك انت. وجايبة هدايا وجايبة تيشيرت، كاتبت لي عليه بعض الكلام اللطيف، ومخدة برضو كاتبت لي عليه كلام لطيف عشان ننام انا وياها، نروح ننام، نسكر الحلقه نروح البيت ننام. ايش رايك؟ احسن؟ خلي اجازه. كيف؟ خلي اليوم اجازه. اخذ اليوم اجازه.
طيب شكرا يا نجد، انبسطنا بشوفتك، نشوفك مره ثانيه، تجي عندنا مره ثانيه، وعد وعد. طيب شكرا شكرا. كل يوم اباك تجي، كل يوم خلاص وعد. بس نقدم لك وقت الحلقه شوي، يعني ندخلك بدري ما ناخرك. طيب خلاص، الله يشفيك يا رب، الله يشفيك. انا رحت عند برنامج يا هلا، وبرنامج يا هلا عند علي العلياني صديقة الاستديو هناك، طبيعي علم الناس كلهم هناك الاستديو حق علي. شرفتينا، نشوفك في حلقة إن شاء الله ثانية. زين شكرا، نروح الفاصل وبعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. سنس عود من الدخيل للعود، اسم تثق به. محمد مرة مو ثواني، لأنه هذا ما يقدر يلعب لحاله. لو تلعب السعودية مع الصين، هي هذه المباراة السعودية والصين. السعودية والصين جاكم الإعصار ماشيين يعيدك. حرام عليك يا أخي، نضمن لك انترنت أسرع وأصفى، بس ما نضمن لك حماس جدك. مفاجأة جديدة من دجاج كنتاكي، جرب تويستر الدجاج المشوي الجديد الغني بالمكونات اللذيذة. تويستر من دجاج كنتاكي الآن مشوي. لخدمة التوصيل اتصل الآن على 9202-11-11، الرقم الموحد بالمملكة. من الشرق تصل إليه، توصل صوتك بوضوح، ركائزها ثلاث، عمرها ثلاثة أعوام، تطبع في ثلاث مناطق، اختصرت عقودا من الزمن واقتربت من الصدارة، حاضرة في العالم الرقمي بقوة وحاضرة في قارات العالم. الشرق معك أينما اتجهت. مع تركي بيكن أنجس برجر الجديد من هارديز، استمتع بطعم المغامرة ومذاق التركي بيكن الشهي لأول مرة. تركي بيكن أنجس الجديد من هارديز، متعة لعشاق المغامرة. الآن الرقم الواحد لخدمة التوصيل بالسعودية 9200-12-13. من الشرق تصل إليك، توصل صوتك بوضوح. صحيفة الشرق معك أينما اتجهت. ولدي علي بدا السباق بحماس كبير وكان حيفوز إلين ما انقطع الجنزير، بس ما استسلم وكمل السباق بعزيمة بطل حقيقي، هو بطلي الصغير. خلينا نشوف كيف رح نشيل البقعة الصعبة. بقع الزيت والطين هذه أنا رح أعطيكي حل أكيد رح يشيل البقعة الصعبة 100%. أومول جديد 100% فعالية بإزالة البقعة الصعبة. والله روعة، مع أومول جديد بيختفوا البقع وبيولدوا الأبطال. أفضل اختيار أومول جديد 100% فعالية لإزالة البقع. وينك؟ احنا عادة نسأل السؤال الأول، وينك؟ وين الفنان؟ وينك؟ قبل لا أسألك وينك؟ مرة في أمريكا ومرة في العراق. نوجه لك سؤال، وينك؟ تصدق ولا أحلف لك عجزت بالثانية أوصف لك. مرة في أوروبا ومرة في بيروت. غبت فترة طويلة وعدت إلى عشقي ووطني. سامحنا إن تأخرنا بسؤال وينك. وينك حبيبي وينك، زاد لك وينك. جروح قلبي وتر، وينك يا عازف قول. وينك؟ إحنا نسأل السؤال الأبرز في برنامجنا، وينك؟ الناس تبي تعرف وينك اليوم. خلينا جل أسأل السؤال الأول في برنامجنا، وينك؟ هذه قصة طويلة. وينك؟ الخميس الساعة 9:30 مساء على خليجية. المترجم الخاص للروماني كوزمن ينضم لبعثة الأخضر، والشمراني يواصل غيابه عن التدريبات الجماعية. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يؤكد: لن أتنازل عن قضايا الإساءات لإيقاف البذاءات عن الناس. لجنة الانضباط تنذر إداري الفيصلي وتبرئ حسين عبد الغني من تهمة البصق. بعد مراقبة دامت لتسعة أشهر، الاتحاد الياباني يحذر لاعبيه من المنتخب الفلسطيني.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية. الأستاذ محمد الغامدي والأستاذ عبد الغني الشريف هم ضيفا حلقة الليلة. نشوف تقرير عن قضية الكابتن حسين عبد الغني وإداري فريق الفيصلي. بعد صافرة نهاية مباراة النصر والفيصلي يوم الرابع من ديسمبر الماضي، ينطلق مدلج المدلج إداري نادي الفيصلي لقائد النصر حسين عبد الغني منفعلا ومتهما حسين بالبصق عليه في الوقت الذي لم تظهر اللقطات التلفزيونية أي لقطة تشير لذلك. بعد المباراة رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج يصرح بعدم وجود أي مشكلة بين الإداري واللاعب وأنه موضوع بسيط وانتهى في وقته، ولكن ردود الأفعال والاتهامات تواصلت. ليتداخل قائد النصر حسين عبد الغني هاتفيا في برنامج كورة وينفي كل الاتهامات، بل ويطالب بأن يتم شطبه إن ثبت الاتهام عليه. أنا الحمد لله يعني طول مسيرتي الرياضية الحمد لله ما عمري بصقت على أي شخص، هذا واحد لازم الناس تعرفه. يعني بعد المباراة مباشرة إداري، أنا استغربت والله ما أعرف، يعني أنا والله ما أعرف الشخص هذا. اتجه علي بعد نهاية المباراة، أنا أخذت الكورة بعد نهاية المباراة كنت متجه للحكم، إلا شخص جاني بيتكلم معي وقاعد واضحة في الكاميرا وجاي بيتكلم من بعيد وأنا بقول له أهدى، حتى طريقة يدي وحركة يدي كانت واضحة. بعدها رحنا صارت هذا كله في نص الملعب، وكان الحكم الرابع موجود. إذا يقول هذا الشخص إنه أنا سويت هذا الشيء فأنا مو أستاهل العقاب، أنا أشوف إنه أشطب من الكرة السعودية إذا أنا سويت هذا الشيء، لكن إذا ما صار هذا الشيء أتمنى إنه هذا الشخص يحاسب. إحنا تعليقنا الرسمي أيضا نطالب بالتحقيق في هذا الموضوع، خصوصا إن الحادثة وقعت أمام مرأة الحكام وهي حدثت في أرض الملعب من اللاعب حسين عبد الغني تجاه مدير عام كرة القدم أستاذ مدلج المدلج. أيوه. ونحن متمسكين بموقفنا من هذا الموضوع. الموضوع باختصار شديد، اللاعب حسين كان يتحدث مع لاعبنا مهاجمنا أشرف نعمان واتجه بعد المباراة ولا وسط المباراة؟ لا أثناء المباراة كان يتحدث، ما نعرف وش الحديث. أيه؟ لكن طلب منها الأستاذ المدلج أنه يعني يترك اللاعب يركز في المباراة. اقترب حسين قليلا من دكة احتياط وبصق أكرمكم الله على الأستاذ مدلج المدلج. في أي دقيقة من المباراة؟ يعني في أي جزء؟ علشان حاول نشوف. بعد الدقيقة 70 تقريبا. إذا اللاعب سكت عن التحقيق أنتم ما تبون تحقيق؟ بالنسبة لنا حنا الموضوع انتهى في أرض الملعب. لتهدأ الأمور لأيام وسط تردد الفيصلاويين في تصعيد القضية، وتبادر الإدارة النصراوية بشكوى إداري الفيصلي بسبب إثارته للمشكلة وبطلان اتهامه. وبعد عدة أيام تقرر إدارة الفيصلي هي الأخرى التقدم بشكوى على عبد الغني، وبعد انتظار طويل دام 34 يوما من انطلاق شرارة الأحداث صدر قرار لجنة الانضباط اليوم بإنذار إداري الفيصلي فقط، في قرار وصفته اللجنة بأنه غير قابل للاستئناف. وانتهى قرار اللجنة بدون صدور أي فقرة تخص عبد الغني لعدم ثبوت أي اتهام عليه. السؤال الذي نطرحه هنا، هل كانت قضية بسيطة مثل هذه تستحق 34 يوما لإصدار قرار؟ وما أسباب تردد الإدارة الفيصلاوية وتباين موقفها بين تصريح رئيس النادي الذي نفى المشكلة ابتداء ثم انتهى برفع شكوى متأخرة كما وصفتها لجنة الانضباط؟
محمد، يعني في كل مرة يصدر قرار من لجنة الانضباط حقيقة يجعلنا نكرس معلومة أن لجنة الانضباط للأسف كأنها تكيل بمكيالين، وخاصة في القضايا اللي أنا تابعتها، وخاصة فيما يتعلق بنادي النصر. وأنا بعطيك دلائل وإثباتات في هذا البيان، اللي هو طبعا المباراة كانت في 12-2، القرار أو الاجتماع يقولون في 15-3، يعني مثل ما ذكر التقرير أنه تجاوز الشهر، هذه القضية تجاوزت الشهر في مدلولاتها وحتى صدى القرار. أربع تناقضات أو خمس تناقضات ظهرت في هذا البيان تكشف أن هناك أدلة يفترض أن تكون على إداري أو مدير الكرة في الفيصلي. أنا أسردها لك الآن، تناقض الشهود مع ما ذكره مدير الكرة في فريق الفيصلي، هذا ذكر في البيان، تناقض الشهود هذا إحدى الأسباب أو إحدى الدلائل اللي تؤكد أنه يفترض معاقبة مدير الكرة. ظهر اللجنة التعامل المتباين لإدارة الفيصلي مع الواقعة واعتبروها مخالفة. اللجنة اعتبرت تصرف الإداري مخالفة. أربعة، ثبت اللجنة تعمد التأخر في رفع القضية من الفيصلي، هذا أربعة. خمسة، ثبت للجنة قيام مدير الكرة بسلوك غير رياضي من خلال تصرفه المثير وتلفظه بألفاظ غير مهذبة، ومع ذلك كل هالدلائل وكل هالقرائن اللي ظهرت في بيان لجنة الانضباط لم يصدر فيها أي قرار يأخذ حق الكابتن حسين عبد الغني اللي أثير عليه الإساءات من إدارة الفيصلي ومن بعض الإعلام المضاد اللي أراد أو حاول إيقاف حسين عبد الغني لأغراض معروفة. نعم، لأغراض معروفة، لكن احنا نتناول الآن بس الإعلام المضاد أو الإعلام الموالي ما هو طرف القضية، القضية الآن بوقائعها بين اللاعب وبين الإدارة. جميل، جدا جميل، ولذلك أنا سردت لك خمس نقاط كفيلة بإعطاء الكابتن حسين عبد الغني حقه في أن يأخذ حقه في معاقبة مدير الكرة. الآن مدير الكرة للأسف هذا البيان أنا أعتقد أنه في صالح إداري الفيصلي أكثر منه في صالح حسين عبد الغني. حسين عبد الغني تجنوا عليه في هذا القرار، وأثار مدير الكرة في الفيصلي إثارة مفتعلة في أثناء المباراة، ولم نجد للجنة الانضباط أي قرار يعطي حق حسين عبد الغني. أنا أعتقد أن إدارة النصر مطالبة برفع هذه القضية أيضا، حتى لو كان للأسف لجنة الانضباط ضيقت على نادي النصر بأسلوب ذكي، وهو عدم قبول أو عدم الاستئناف في هذه القضية، وكأنها أقفلت الموضوع نهائيا. أنا في رؤيتي لجنة الانضباط للأسف في كل مرة وفي قضايا النصر بالذات تظهر بوجه آخر للأسف في قضاياها. طيب عبد الغني، 34 يوم علشان تصدر قرار في مشكلة، يعني ما تعتبر يعني ديك المشكلة المستعصية، هذا يدل انه انه عندنا أزمة كبيرة يعني تعاني منها اللجان، خاصة لجنة الانضباط. انا اعتقد القرار اللي صدرته يعني غير مفهوم، مبهم جدا، يعني كان من الافضل انه ما يكون في قرار، عشان كان يكون افضل بصراحه. ان لما تخرج لي تقول لي مثلا اندار الاداري، يعني اندار ايش؟ اندار اصفر ولا احمر؟ ما في شيء اندار، يا عقوبه يا غير عقوبه، يعني هي الامور واضحه، يا حسين اخطا يا اداري الفيصلي اخطا. اما كلمه الشهود انا ما اعتقد انه يعني ليها موجوده اصلا. المفروض الان في تقرير حكم او في اشياء واقعه مرئيه، اذا الامور غير مرئيه واضحه وتقرير الحكم ما في اي شيء، فاعتقد في هذه الحاله يدان اداري الفيصلي. اما اللف يعني اخراج القرار بهذه الصيغه انه اندار الاداري، فانا ما اعرف يعني الاندار هذا ايش، يعني لا عقوبه ماليه ولا عقوبه اداريه. انا اعتقد بصراحه يعني حتى تكفلتها او تشميعها بشكل انه يعني انه غير قابل للاستئناف، انا بصراحه يعني انا قرار من 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 اغرب القرارات اللي ممكن تخرج لجنه الانضباط. يعني في رايي لو انهم ما خرجوا باي قرار في يمكن يشفع لهم او يحفظ ماء وجههم. احنا المشكله اللي حاصله في لجنه الانضباط في قضايا تاخذها بشكل معين
على حسب تركيز الإعلام عليها، وفي قضايا يعني بيخلوها يعني على جنب كده. ففي النهاية بعد 34 يوم خلاص انتهت الواقعة وكل شيء، وبيخرج بقرار مبهم. يعني الآن حسين عبد الغني يعني واضح انه هو يعني خارج اللعبة، يعني ما اخذ حقه. يعني انا في شخص اتجنى عليه، الشخص هذا لم يثبت انه هو يعني حسين عبد الغني اخطأ بحقه في ذلك، يا انه هو يعاقب او يعاقب حسين. في النهاية اللف والدوران هذا كله اللي خرجوا فيه القرار، انا اعتقد بصراحة يعني غير مقنع جدا جدا للرأي العام. على فكرة تركي اذا سمحت لي، يعني انا تأكدت تماما بعدم ادانة الكابتن حسين عبد الغني في اللقاء اللي اجراه الكابتن حسين معكم في البرنامج بعد المباراة مباشرة. عندما يظهر اللاعب ويؤكد بل ويطالب بشطبه اذا ثبت عليه شيء، هذا تأكيد على ان اللاعب بريء من هذه التهمة، وللأسف لم يوجد أي إدانة عليه. لو افترضنا اللي أنتوا قلتوه صحيح، زين ليش ما تمت معاقبة إدارة الفيصل؟ كيف تفهمها أنت؟ أنا علمتك، أنا قلت لك لجنة الانضباط في قضايا النصر عدة قضايا تم تناولها، للأسف أنها تكيد مكيالين. وأنا يعني أعطي هذا الموضوع دلائل، بدليل قضية حسين عبد الغني في مباراة الشباب في الكأس السوبر، حصل في قضايا عدة مماثلة بل أفدح، ومع ذلك لجنة الانضباط للأسف وقفت صامتة. عبد الغني، لجنة الانضباط عدم القناعة بقراراتها لأنها جهة تصدر عقوبات، ولا لأنها جهة غريبة في تعاملها مع الأحداث؟ لا، هو انت في النهايه لجنه انضباط، يا اما تصدر عقوبات او ما توجه لفت نظر، ما في شيء اسمه لفت نظر، اما انك تعاقب او لا تنظر للقضيه من الاساس. اما يعني التعييم الحاصل في القضيه هذه بصراحه شيء غريب جدا. انا يوم ما سمعت القرار يعني تفاجات، يعني كيف ان في النهايه تقول لي توجيه انذار للاداري؟ طب ايش الانذار هذا؟ يعني اما انه يكون عقوبه ماليه او عقوبه اداريه، لكن في النهايه تقول لي توجيه انذار؟ يعني انت في النهايه يعني ما انت جهه تشريعيه ولا جهه صاحبه قرار انك توجه انذار. يعني كلمه الانذار دي يعني بصراحه يعني غير مبهمه جدا. المفروض انت لجنه الانضباط يعني موجوده على اساس تعاقب مثل هذه الحالات. الحاله الان انه يعني في الاول الاداري خرج وقال انه حسين بصق عليه، بعد كده حسين او نادي النصر تقدم بشكوى، بعد كده الفيصلي تقدم بشكوى. في النهايه الان عندك شكوتين من طرفين، اما انك تنصف هذا او تنصف هذا. في النهايه انك تقول كل واحد يصلح سيارته، يعني هذا قانون غريب جدا. انا اتمنى يعني انه بصراحه انه اذا كان يعني التعامل مع مثل هذه الحاله بهذه الطريقه يعني غريب جدا. هل مثلا لجنه الانضباط يعني بتوجد كل حاله على حسب اللون، على حسب لون الانديه، او على حسب الاعلام والضغط على كل قضيه؟ انا اتمنى فعلا انه ما يكون هذا الشيء واضح. وبعدين يعني 34 يوم علشان تصدر قرار، انا اعتقد يعني هذه من الاشياء اللي بتحصل تاويلات كثيره. انا اتمنى يعني انه دائما لجنه الانضباط المباراه انتهت خلال اسبوع لازم يكون القرار واضح. يعني ما اعتقد انه يعني كل هذه الفتره الطويله يعني بيحصل هذا يعني التاويل. حسين عبد الغني يعني خرج واكد انه قال اذا هو اخطا الرجل، يعني خلاص واضح انه لو ما هو متاكد من براءته ما قال اني انا اشطبوني. يعني في النهايه انا اتمنى فعلا انه يكون بصراحه يعني انه يكون لجنه الانضباط يعني تعيد دراستها لهذا الموضوع في القرارات المستقبليه. الان هي قفلت الموضوع بتقفيله يعني غريبه جدا، لكن نتمنى فعلا انه مستقبلا اولا لابد انه يكون اي قرار يحدث خلال اسبوع، يعني انتهت الجوله بعد اسبوع يكون القرار واضح. يعني انت امام عمليه معقده، انت حالتين معك، اما انه يعني صوره مرئيه او يعني تقرير الحكم. اذا هذول الاثنين ما هم موجودين خلاص انتهى الموضوع. طيب حنروح للفاصل. طبعا عاقبوا حسين او عاقبوا اداره الفيصلي مش قضيه، القضيه ان بعض اللجان يعني تاخر القضايا 30 35 يوم وتمط كذا في المواضيع. احس يبغى لهم مخده زي دي اللي اعطتنا اياها في شيء افدح يا نجد. يعني 35 يوم للنظر في قضية. طيب خلينا نفترض أن حسين عبد الغني فعلا بصق على هالإداري والدوري شغال ممتاز، بأي حق خليه يستمر يلعب مباريات يا سلام وقوية؟ نعم. وخلنا نقول مثلا، وهذه صارت قبل كذا، أنه حسين بصق فعلا ولعب المباراة اللي بعدها مع الهلال وكان لاعب مؤثر وفاز النصر وسجل حسين مثلا هدف وانت ما عاقبته
وتيجي اليوم تقول والله فعلا حسين بصق على إداري الفيصلي. أنا اليوم كمشجع هلالي صحيح، أنا كمشجع هلالي أقول لك الحين اللاعب غلطان في مباراة الفيصلي وتسكت عليه لين شهر عشان يلعب مباراة الديربي، وإذا صار زي كذا وانهبل المشجع في تويتر وعصب يقولون الوسط الرياضي هو أصلا مشحون ولا هو الجماهير ما تتحمل. بالفعل لو اليوم حسين عبد الغني كان فعلا قام بهالتصرف ولعب مباراة الهلال كابتن حسين، عشان الأخوان في لجنة الانضباط ما قرروا ينظرون في القضية إلا بعد 30 يوم، أنا كهلالي أزعل، أحس أنه أول شيء راح أتهم فيه النصراويين أنه عندهم نفوذ ومرروا الموضوع من تحت الطاولة وكلموا لجنة الانضباط وعدوها شهر لين تخلص مباراة النصر والهلال. طيب فيه في حروح الفاصل بس جزئية بس أبرجع لك تقول الجزئيات اللي تبي. لازم أطلع فاصل، حروح الفاصل وبعد الفاصل نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا فن في المملكة العربية السعودية. محمد الغامدي وعبد الغني الشريف هم ضيفا حلقة الليلة. كنت بتقول جزئية قبل الفاصل. لا، الجزئية هي عن البعض اللجان. أنا لاحظ بعض الأعضاء ما شاء الله عليهم تجدوا في كل لجنة، يعني مع كل تشكيل يقفز من لجنة في لجنة، ما أدري هل هو رئيس اللجنة هو اللي يختار هالأعضاء أو هذا العضو، أو أنه اتحاد الكرة يفرض هذا العضو في هذه اللجنة. يعني تابعتنا اللجان وجدت بعض الأعضاء مثلا اليوم في لجنة الاستئناف، بعد فترة في لجنة الانضباط، بعدها يرجع في لجنة الاستئناف. يعني هل وصل إلى هالكفاءة هذا الشخص وأنه هو الأبرز ولا يوجد له مثيل في الكوادر الرياضية السعودية، أو أنه هي محاباة؟ هذا سؤال أطرحه، لأني أنا لاحظت بعض الأشخاص مثلا كان في لجنة الانضباط، بعد فترة في لجنة الاستئناف، الآن في لجنة الانضباط. يعني أبغى أفهم بس، هذا سؤال اتحاد كرة القدم. من هو هذا العضو؟ في عديد من الأعضاء، يعني من ضمنهم أظن الأستاذ فهد القحيس. هذا الأستاذ فهد كان في لجنة الانضباط قبل فترة، سنوات سنتين ثلاث، طيب عاد للجنة الاستئناف، الآن هو في لجنة الانضباط. أنا سؤالي بس أبغى أسأل، هل عضو هذا أو غيره؟ يمكن عندهم كرجو كفاءة. طيب هذا هو، يعني ما في إلا هو، يعني المملكة مليئة بالكفاءات في كل مناطق المملكة، وأنا متأكد أنه موجود كفاءات كبيرة. هذا سؤال بس فقط للاستيضاح من اتحاد الكرة. طيب خلينا نشوف أخبار شوت. انضم حسين فقيه المترجم الخاص للمدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الروماني كوزمين إلى بعثة المنتخب السعودي بعد حصوله على تأشيرة الدخول للأراضي الأسترالية. وفي جانب آخر، أظهرت اختبارات القياس التي أجراها اللاعب تيسير الجاسم الكثير من التحسن والاطمئنان على موقع إصابته، في إشارة لقرب جاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية، فيما واصل ناصر الشمراني غيابه عن الميران لليوم الثاني لشعوره بألم في أسفل عضلات البطن. أكد لاعب المنتخب السعودي مصطفى بصاص على قوة المنتخب الصيني قائلا: منتخب الصين واحد من المنتخبات المميزة، وبلا شك بأن هذه المواجهة ستكون قوية وصعبة على كلا الطرفين، لكننا نعمل بجد من أجل تجاوزها. فيما أوضح عمر هوساوي عن سبب خروجه من لقاء كوريا الجنوبية الودي وقال: لدي ربو وشعرت بتعب، ففضل الجهاز الفني إراحتي في الربع الأخير من المباراة، ولا يوجد هناك ما يستدعي للقلق. أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال أنه لم ولن يتنازل عن أي قضية رفعها نادي الهلال تجاه المسيئين للنادي ولاعبيه،
وأن القضايا المرفوعة تقع تحت طائلة الجرائم الإلكترونية. وأضاف الأمير عبد الرحمن بن سعد أن عدم تنازله عن أي حكم سيصدر في هذه القضايا يأتي من إيقاع العقوبة بمن يتعمد الإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ردع وإيقاف هؤلاء الأشخاص المصدرين للبذاءات والأذى عن الجميع. أكد الدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف بأن آخر فترة لاستقبال العقود الورقية ستكون في فترة الانتقالات الشتوية، ومع بداية الموسم الرياضي القادم سيكون التسجيل عن طريق نظام TMS الداخلي الذي يستطيع النادي تسجيل لاعبيه دون الحضور لمقر اللجنة. حذر عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الياباني لكرة القدم شيمودا لاعبي المنتخب الياباني من خطورة منتخب فلسطين الذي سيواجهه في 12 يناير ضمن افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من كأس أمم آسيا 2015 بأستراليا. وقد كان الاتحاد الياباني لكرة القدم عين شيمودا مسؤولا عن ملف مراقبة منتخب فلسطين منذ شهر مارس الماضي. طيب هذه أخبار، شو تشوف تقرير عن الأمير فيصل بن فهد، الشخصية الرياضية المهمة والمؤثرة في تاريخ الكرة السعودية خصوصا مع قربنا من كأس آسيا؟ عبر امتداد الوطن هناك الكثير من الرجال الذين نذروا أنفسهم في سبيل رقي وتقدم الوطن عبر تاريخه الطويل وفي شتى المجالات، وكان لإسهاماتهم دور كبير في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة. وبما أن الشباب هم عماد الأمم ومحل عنايتها، فقد سخر الله لهذا الوطن رجالا أسسوا وشيدوا إرثا شبابيا ورياضيا كبيرا توارثته الأجيال تلو الأجيال. الأمير الراحل فيصل بن فهد أحد هؤلاء الرجال الأوفياء الذين خدموا الوطن وشبابه، بل قفز برياضتنا إلى آفاق العالمية والقارية. ومنذ أن تولى الأمير الراحل فيصل بن فهد رحمه الله رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حرص سموه على تطوير الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث عمل على تأسيس البنى التحتية من ملاعب ومقرات للأندية إلى جانب تطوير الحكام والمدربين. ونتيجة ذلك العمل المتكامل حققت المنتخبات السعودية في عهده العديد من الإنجازات غير المسبوقة، والتي يأتي في مقدمتها التأهل لكأس العالم مرتين متتاليتين عامي 1994 بأمريكا و 1998 بفرنسا، كذلك الفوز بكأس أمم آسيا 3 مرات أعوام 1984 بسنغافورة و 1988 بقطر وعام 1996 بالإمارات، والتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، والفوز بكأس العرب بالدوحة عام 1998، والتتويج ببطولة الخليج العربي عام 1994. أما على مستوى منتخب الشباب فقد تحققت العديد من الإنجازات التي يأتي أبرزها التأهل لنهائيات كأس العالم للشباب 3 مرات كانت أعوام 1987 بتشيلي و 1994 بأستراليا و 1999 بنيجيريا، فضلا عن استضافة كأس العالم للشباب عام 1989. كذلك الفوز بكأس آسيا للشباب مرتين عامي 1986 بالرياض و 1992 بالإمارات. أما على مستوى منتخب الناشئين فقد تحقق الإنجاز الأبرز عندما توج منتخب الناشئين بكأس العالم التي أقيمت في اسكتلندا عام 1989، إلى جانب التأهل لكأس العالم مرتين عامي 1985 بالصين و 1987 بكندا، فضلا عن الفوز بكأس آسيا مرتين عامي 1985 بقطر
و1988 في تايلاند. محمد فيصل بن فهد، يعني ترك الكلام عن الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه كهامة وقامة، يعني أعتقد أنه من الصعوبة بمكان سرده في دقائق بسيطة. هذا الرجل القيادي اللي كان يتعامل في منصب رياضي، لكنه يتعامل في هذا المنصب بطريقة فيها كثير من الحنكة السياسية. الحقيقة أن الأمير فيصل بن فهد كان قيادي دولة، وكان قادر على تطويع كافة القضايا الرياضية بذكاء وتمرس. نجح في كثير من القضايا أن يجعل للمملكة حقيقة شأن ووجهة معينة. أنا لاحظت في كثير من البطولات التي استضافتها المملكة القارية وحتى الدولية كانت بصمات فيصل بن فهد الله يرحمه هي الواضحة، والتي الآن نترحم عليه، لأنه في كثير من القضايا اللي الآن نشاهدها نفتقد فيها فيصل بن فهد. عبد الغني، الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه يعني رجل كان رجل دولة، يعني كان لي شخصية خاصة، يعني دائما يعني قوة في القرار، قوة في اتخاذ القرارات بعيدا عن أي شيء آخر. يمكن هذا الشيء اللي كان ساعد أنه الإنجازات السعودية تبدأ من قيادة الأمير فيصل بن فهد للرياضة السعودية. بأمانة يمكن حتى تأثيره على المستوى الدولي، كان شخصية الأمير فيصل بن فهد قوية جدا. أنا أتذكر هافيلانج وبلاتر لما انتاج الانتخابات أو أي شيء، أول زيارة بيقوموا فيها للأمير فيصل بن فهد، لأنه كان ليه تأثير قوي جدا في الرياضة العربية والرياضة الآسيوية، عكس الآن يمكن تراجعنا بشكل كبير جدا، يعني فقدنا القيادة بشكل أكبر. الأمير فيصل بن فهد يمكن الشيء اللي كان يميزه أنه دائما مع الحق، يعني يمكن اي خطا يفصل في من يمكن من نفس اليوم او نفس الخطا، اخطا مدرب، اخطا اداري، اخطا رئيس نادي، القرار واحد، ما ينظر لالوان الانديه. هذا اللي احنا اللي افتقدناه الان، هذا الاشياء اللي احنا الان نتمنى انها فعلا انها تعود، يعني نتمنى انه فعلا نرجع زمن الامير فيصل بن فهد. للان كل ما يحصل شيء نقول له الله يرحم الامير فيصل بن فهد، لانه هذه الكلمه فعلا واقعيه فعلا، لانه الرجل الله يرحمه كان قوي جدا، قوي بالحق، وهذه الميزة اللي كانت مميزة. لذلك كانت المنتخبات السعودية تمشي بشكل أفضل. الأشخاص اللي كانوا بيعملوا معاه كانوا أشخاص عارفين أنه الرجل كيف يحاسبهم، الرجل كيف حريص على مصلحة وطنه. أتمنى فعلا أنه بإذن الله نستمر على هذا المنهج، وأنه نرجع ريادتنا، يعني الريادة اللي كنا فيها في آسيا، الصوت القوي اللي كان في الاتحاد السعودي لكرة القدم أو الرياضة السعودية، نتمنى أنها ترجع بإذن الله مستقبلا. طيب نروح للفاصل، وبعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. سوء التعاقدات الأجنبية يكبد الأندية مزيدا من الأموال الطائلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بكم مستمر وتلفزيون في المملكة العربية السعودية. محمد الغامدي عبد الغني الشريف هم ضيفا حلقة الليلة. نشوف تقرير عن الهدر المالي في الكرة السعودية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصف ما يحدث في الأندية السعودية من هدر مالي غير مبرر، إلا أنه وباللهجة العامية قلة الدبرة. وإلا ماذا يعني أن تنفق الأندية مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين محليين أو أجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية، ثم ما تلبث تلك الأندية وتلغي تلك العقود التي صرفت خلالها الملايين من أجل المنافسة في المسابقات المختلفة. ولنا في أندية الاتحاد والنصر والأهلي والشباب خير مثال، حيث أنفقت الملايين لجلب عدد من اللاعبين،
ثم عندما لم تكن مستوياتهم في مستوى التطلعات قامت تلك الأندية بإلغاء عقودهم وتحملت على إثرها الشرط الجزائي سواء كان راتب أشهر أو قيمة عقد كاملة. نادي الاتحاد مثلا، الأنباء تشير إلى إلغاء عقود جميع اللاعبين الأجانب، وقبلهم تم إلغاء عقد المدرب خالد القروني. الأهلي أحضر 4 لاعبين ثم ألغى عقد أحدهم واستبدله بمحمد عبد الشافي. النصر، الأخبار تقول أن أيام هرناني معدودة في الفريق وقد يتبعه ماركينوس. الشباب تنازل عن 2 من الأجانب. الأندية الأخرى كالفيصلي والفتح والعروبة مثلا كلها استبدلت بعض لاعبيها الأجانب بآخرين سيتم إتاحة الفرصة لهم مع انطلاق مباريات القسم الثاني. بعد كل ذلك تأتي بعض الأندية لتشتكي من الضائقة المالية، وهي المسؤولة الأولى عن كل ما يحدث. أخيرا، أليس في الأندية عين خبيرة وبصيرة لديها القدرة على اقتناص الأسماء المميزة لتمثيل الفريق؟ أم أن طريقة الاختيار تعتمد في المقام الأول على السماسرة الذين يرغبون في الكسب المادي السريع دون تقديم اللاعب القادر على ملء أعين الجماهير؟ وما هي حلول الإدارات لتجاوز تلك الأخطاء في المستقبل؟ محمد، يعني الهدر ترى جانبين، هدر في الجانب الكروي لكن في هدر بشكل أشمل تركي، اللي هو الهدر في مدخرات النادي بشكل عام. طبعا أسوأ شيء أن يكون في هدر تركي ويكون في شح مالي ومع غياب رقابة ومحاسبة، بلا شك حيكون في فساد مالي. أنتم أخذتوا التقرير في جانب الانتقالات اللعيبة وبعض الأخطاء المتراكمة في الأندية، لكن في أعم وأشمل اللي هو الهدر اللي أقصد فيه في الأندية بشكل عام، من ناحية غياب مثلا الجمعيات العمومية. الجمعيات العمومية لها دور كبير في مراقبة الأندية، وهالجمعيات للأسف غير مفعلة. أنا اللي أسمع أن الرئاسة وطبعا الأمير عبدالله بن مساعد كنوعية متخصص في هذا الجانب، بلا شك أنه بيولي هذا الأمر اهتمام كبير، لأنه الأندية كثير من مدخراتها أو كثير من إيراداتها تذهب بطريقة أو بأخرى دون أن يكشف عن تفاصيلها، وبل أن يأتي أناس ولنقل مستنفعين للأندية يقدموا بعض الخدمات ثم يمارسوا هذا الدور في الفساد المالي ولا أن يكون هناك أي مراقبة أو متابعة لهم. إذا أخذت أنا في الجانب هذا في الهدر، أنا أعتقد أو أتذكر في هيئة أو رابطة المحترفين قبل فترة، قبل سنوات، كان فيه أنشأوا أو تعاقدوا مع شركة للرقابة المالية على الأندية، لكن ما أدري وش صار عليها. هذه الشركة العالمية يبدو أنه كانت قبل أيام هيئة رابطة المحترفين كان فيه رقابة على الأندية ماليا، ومع ذلك الآن لم أسمع لها صوت أو مراقبة أو متابعة. هذا جانب. لكن بشكل عام فيما يخص اللاعبين والأندية، أنا في رؤيتي أنه أندية الوسط يعني في هدر مالي كبير، وخاصة في أندية نجحت في بيع عقود لاعبينها بالملايين ومع ذلك لم ينتج أي فوائد على تلك الأندية. يعني خلنا نضرب مثال بوضوح بصراحة، نادي القادسية في فترة من السنوات يعني نجح في أن يدر على خزينة ملايين من جراء بيع عقود اللاعبين. الآن وين القادسية؟ لا عطاء في الملعب، بالعكس مستوى الآن في الدرجة الأولى في المراكز المتأخرة، الرابع أو الخامس على ما أذكر. بعض الأندية نفس الوضع. إذن هذه الإشكالية بالفعل، هذا السؤال اللي يترك يعني علامة استفهام وتعجب، أين هذه الأموال؟ أنا في رؤيتي المراقبة المالية لا زالت بعيدة عن تلك الأندية، وهذا الأمر لابد من الرئاسة العامة رعاية الشباب أن تقوم بدورها. على فكرة أنا من المنادين أن لا يكون أمين الصندوق في كل نادي من النادي، بمعنى أن لا يتم اختياره من نادي الاتحاد أو النصر أو الأهلي أو الهلال. هذا الأمين يفترض أن يكون
معين من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولا يكون رياضي، ليس بالضرورة أن يكون رياضي، أمين صندوق متخصص في الجوانب المالية المحاسبية يراقب هذا النادي، ويكون مفروض من رعاية الشباب على الأندية، في كل مجلس إدارة متواجد هذا. هل يوجد هذا الأمين في الرئاسة؟ بمعنى هل هناك متخصصين مؤهلين وكوادر قادرة على أن تتواجد في تلك الأندية حتى تراقب؟ السؤال الآخر، هل الجمعيات العمومية تؤدي دورها بإتقان حتى تكشف كافة المسائل المالية؟ هذه أسئلة لابد أن تطرح، والرئاسة هي أكثر من يجيب على هذا. عبد الغني. تركي، يمكن من أخطر الملفات اللي حاصلة في الرياضة السعودية، وأنا يعني اللي مستغرب أنه فعلا يعني في صمت من الاتحاد السعودي لكرة القدم ومن الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحكم أنها هي الأندية تعمل تحت مظلتها. يعني في كل موسم يمكن بنغير ست، يعني كل نادي بيغير ثلاثة إلى لاعبين، يعني هدر مالي كبير جدا. طيب هذه التغييرات هذه مين بيدفع الفاتورة؟ هل مثلا من ميزانية الأندية أم مثلا من أعضاء الشرف؟ هذه لابد أن يكون في يعني اجتماع بين الأندية، بين يعني حتى لو يسووا مثلا منتدى يعني يناقشوا هذه القضية، بيناقشوا مثلا الفلوس هذه مين بيتحمل مسؤوليتها. هذه فاتورة يعني بتدفع سنويا في جميع الأندية، وللأسف يعني أنه في زي ما يعني قال التقرير، في أندية يجي يقول لك أنا ما عندي فلوس، وفجأة تلقاه يطلع معسكرات في تركيا، ويطلع معسكرات في دول أوروبية، ويجيب لاعبين. ايضا برضو يعني حتى فاتوره اللاعب الاجنبي عندنا، شوفها في الدوري المصري بيجيبوا لاعيبه افارقه من 150 الف الى 200 الف دولار، احنا هنا عندنا اقل لاعب بيجيك مليون دولار، لانه هنا السمسره كثيره جدا، يعني خاصه من الوكلاء، يعني تجد اللاعب عنده 2-3 وكلاء فجاه يطلعوا له وكلاء. ايضا يعني بصراحه لابد انه يكون في تدخل يعني من رئاسه العامة للشباب بتنظيم الجمعيات العموميه، زي ما قال يمكن محمد فعلا الوضع. انا يمكن حضرت كذا جمعيات عموميه، في بعضها اشبه بانه يعني تمشي حال يعني بسرعه، يعني نبغى نخلص فقط. لكن شوف مثلا الجمعيات العموميه في مصر، في نادي الزمالك تجلس 5 ساعات يناقشوا كل ريال بيصرف او كل جنيه بيصرف، احنا هنا عندنا يعني كل الارقام يعني تذكر بس بسرعه، يقرا التقرير في اقل من 10 دقائق ويلا كله يبغى يخلص، نبغى نعرف بس مين الرئيس ومين الاعضاء. هذه اشكاليه كبيره، لابد انه يكون معرفه الهدر المالي. احنا الان نتكلم عن الخصخصه الان لو جاءت بهذا الوضع ما اعتقد انه حتستمر اصلا، ما حتكمل 6 شهور وبتغلق، لانه يعني المال السائب اللي بيمر بمثل هذا الوضع غير طبيعي، ما حيفيد الكرة السعودية. نتمنى فعلا انه الرئيس العام الامير عبد الله بن مساعد هو رجل اقتصادي، انه يناقش هذه القضية بشكل موسع، انه يعرف يعني ايش الاسباب وايش الاخطاء، وليش ما يكون الاندية مثلا توقع عقود مثلا جزئية فقط اساس ما تخسر ماديا، اذا ما عجبني اللاعب خلال 6 شهور ما يصير عندي خسارة مادية بشكل اكبر. طيب حروح الفاصل، وبعد الفاصل نعود للجزء الاخير. مشاهدينا الكرام، في الجزء الاخير من الحلقه نرحب بمستمعينا في المملكه العربيه السعوديه محمد الغامض عبد الغني الشريف ومضيف حلقه الليله، نشوف بين قوسين. لفقره بين قوسين في هذه الحلقه اخترنا لكم مقاله الكاتب مساعد العبدلي من صحيفه الرياضيه بعنوان تناسب الطموح مع القدرات، والتي جاء فيها: أكرر دوما أن الخسارة في المباريات التجريبية للأندية والمنتخبات لا تعد مقياسا حقيقيا لسوء الأداء الفني، مثل ما هو الفوز لا يعني الاقتناع الكامل بالمستوى. المباريات التجريبية تختلف تماما عن المباريات الرسمية، سواء على صعيد نظرة المدرب الفنية أو على صعيد أداء اللاعب وإحساسه بالمسؤولية. لا أبرر هنا لخسارة المنتخب السعودي في مباراتيه التجريبيتين أمام البحرين وكوريا الجنوبية، وفي ذات الوقت لا أبدي تفاؤلا كبيرا بأن يذهب المنتخب بعيدا في نهائيات أمم آسيا. لن أذهب للحديث عن تشكيلة المنتخب كما يفعل بكل أسف بعض من يرتدون ثوب الغيرة على منتخب الوطن،
بينما هم من ذلك براء. ويضيف الكاتب: منتخبنا اليوم ضحية تعدد أجهزة تدريبية وعدم انتظام مسابقات محلية وتوالي مشاركات في بطولات ليست ذات أهمية، بل إنه لا يوجد استراتيجية واضحة المعالم ولا أهداف محددة للمنتخب. لدينا 153 ناديا، ومع ذلك نختصر منتخبنا في 5 أندية ونتجاهل مئات اللاعبين في أندية غير إعلامية وجماهيرية يمكن الاستفادة منهم من خلال منتخب رديف يجهزهم ويقدمهم للمنتخب الأول. الواقع يقول أننا نعاني من إدارة مرتعشة لا تستطيع إبعاد لاعبي الأندية الجماهيرية والإعلامية عندما تنخفض مستوياتهم، وكأن منتخب الوطني بات حكرا عليهم. ويختتم الكاتب مقالته بقوله: دعونا نبني طموحات منتخبنا وفق واقعه الحالي. واقع منتخبنا يقول أنه ليس بأفضل حالاته، وأن تجاوزه لمجموعته في الأدوار التمهيدية يعد إنجازا. بعد النهائيات لابد من وقفة صادقة إذا كنا بالفعل نريد خلع قمصان الأندية ونبحث عن منتخب يرتدي اللون الأخضر ويمثل كل أندية الوطن، لا منتخبا مختزلا في شريحة محددة وأندية معينة. معظم لاعبي المنتخب الحاليين أصابهم التبلد والتشبع وربما الإرهاق في وقت أن كثيرين غيرهم يحترقون من أجل نيل فرصة ارتداء شعار منتخب الوطن، فهل نمنحهم الفرصة؟ ربما يعودون بالمنتخب لموقعه الطبيعي بطلا لآسيا ومتأهلا لنهائيات كأس العالم. طيب وصلنا للختام. عبد الغني شكرا جزيلا لوجودك معنا في حلقة اليوم، ونشوفك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لك أبو جود، وشكرا للأخ العزيز محمد. شكرا جزيلا محمد، شكرا جزيلا لك. شكرا تركي لك ولطاقم عمل برنامج والأخ عبد الغني، وإن شاء الله قدمنا شيء يرضي ذائقة المتلقي إن شاء الله. شكرا. وعدنا غدا 11:30 يا مالك.